السلام عليكم متابعي شق هذا التفصيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بالف خير وبصحه جيده ان شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نقدم لكم واحد الفكره ديال مشروع مربح، يعني صغير بالنسبه اللي كيبغيو هاد الافكار ديال المشاريع المصغره، واللي هو فقط بالموزون. جبت لكم كيفاش الطريقه ديال عمل هاد الوريضات هادو، ها هما اللي كيداروا في القنادر وفي القفطان وفي اللي خارجين دابا كيتزوقوا بهم بحال الشكل ديال الوريضات بالثوب. هاد الوريضات بالموزون كيجيو زويونين على هاد الشكل هذا، نتمنى يعجبكم. اللي غادي نحتاجوه هو هاد الموزون، ممكن ديرو الصغير او لا هاد الحجم الكبير، من الافضل هاد الحجم الكبير هو اللي ولا دابا وسهل دغيا كطلع فيه الخدمه. غادي نحتاجو لهذا، وغادي نحتاجو الخيط والابره، وغادي نحتاجو لهاد الحجيرات هادو رخاصين كنديروهم هنا في الوسط، وكنحتاجو لهاد الجلد هذا. ها هو ممكن ديروا جلد ديال شي ساك قديم اللي بغيتو يعني، او لا ممكن ديروا فقط الفيزلين، المهم شي حاجه اللي تكون بحال هكذا غليظه شي شويه اللي تثبتوا عليها. من الاحسن ديروا هاد الجلد هذا العادي، تيكون كيتباع راه رخيص. اذا كتاخذوا الابره وكتدخلوا الابره هنا في المنتصف، وغادي تجيبوا وحده من هادو كديروا الالوان، كتنسقوا الالوان ديال هاد الحجيرات مع الموزون. انا درت هنا الاصفر ودرت هاد الموزون في هاد اللون الغوز، وكتخيطوها بحال هكذا هنايا يعني. كتحطوها في المنتصف، عليها غادي نطلعوا الخدمه. كنثبتوها مزيان، هل هكذا. كيف كتعرفوا الثمن ديالهم كيتباعوا غالي هنا، كتباعوا قيلة 5 دراهم الوحده. ممكن انكم تصايبوهم راسكم الا بغيتوا ديروهم في شي حاجه، او لا بغيتوا انكم ديروهم وتبيعوهم. كنخرجوا من هنا وكنبقاو غاديين، وحنا كندورو بالموزون على هاد الدائره ديال الجلد كامله حتى كنساليوها. هاد الموزون الكبير هذا سهل في الخدمه، كنديرو حداها غرزة بحال هكذا، بحال هاد الشكل هذا، ونعاودو نخرجو هنايا. بهاد الشكل هذا كنبقاو كندورو، هانتوما كي كتشوفو. انا نحاول نقرب لكم الكاميرا، انا حاولت نقرب الكاميرا باش يبان لكم مزيان. كنديروا غرزه داخل غرزه باش تجيونا وحده راكبه على الاخرى، باش ما يبقىناش داك الفراغ بيناتهم، وتجينا الورده مجموعه، تجينا بحال هكذا، تجينا واقفه. ها انتما كيشتو درنا الدائره الاولى، ممكن تخليوها بحال هكذا. وبالنسبه للورده كتكبروا وتصغروها على حسب هاد الدائره هذه، الا بغيتوها كبيره كديروا هاد الدائره ديال الجلد كبيره باش يوقف بحال دابا هكذا. ممكن انكم ديروها غير سطر واحد كتجي مغطيه، ولكن باش تعطيكم هاد الفوليوم هذا وتجيكم ورده بحال تروادي، غادي تزيدوا من هنايا. كتزيدوا السطر الثاني بحال هكذا،
بحال هذا الشكل هذا يبدا تعطينا الفوليوم. المهم كتبقى غاديين كتعمروا من الداخل من هنا حتى كتعمروا داك هذا الجلد هذا ما يبقاش يبان باش كتجينا منفوخه. هانتوما شفتوا الطريقه ديالهم سهله صافي. انا قريبا ساليها بقى لي غير هذا الفراغ هذا اللي هنايا. شتي ها هي بدات تعطي داك الحجم ديالها صافي. كنكتفيو بهذا القدر هذا. من بعد كتجيو لهنا كتقلبوها وكتزيروا الخيط من هنا صافي وكتقطعوا بهذا الشكل هذا. ها هي الورده كيجيو زويونين في القنادر كيجيو على هذا الشكل هذا بحال هكذا. كتزينوا بهم القفاطه القنادر ديال المناسبات كيجي الشكل ديالهم زويون وسهل كيف شفتوا بسيطه وممكن انكم ديروها كمشروع مربح. مثلا اما تاخذوا الموزون وتخدموا منهم بزاف. يعني هاد الموزون اللي خديت انا هذه 5 دراهم يعني نصف دولار وخا جات ليا جوج وباقي ممكن انها تخرج كثر. وهي كتباع عند اللي كيبيعوا على وزن الخياطه ب 5 دراهم الوحده يعني ماشي مكلفه. ممكن ديروهم تخدموهم تديهم لانه يبيعهم اولا تشدوهم كوموند يعني من عند الناس وتخدموهم اولا تخدموه راسكم كيبقى لكم الاختيار. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم وما تنساوش الاشتراك في القناه الى كنتوا اول مره تزوروها وتفعلوا زر الجرس. خليوا لي التعليقات ديالكم وشكرا لكم بزاف. كنبغيكم بزاف بزاف ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.